children become obese because they consume a lot of fast food. صحيح؟ وحنا because وبدالك بchildren consume اسمها بدالك بالجملة الثانية اللي هي consume هاي اسمها they شكون هما children اسمها بدالك بالجملة الثانية children consume أيام هنا كنت تعبر على because على السبب والسبب هذا هو السبب تاعو ها هو الرابط تاع السبب وها هو السبب هو بدالك قلح لك الرابط تاع السبب قلعو بدالك directement بالجملة تاع السبب اللي هي children consume وبعد نكملوا الجملة تاعنا a lot of fast food صحي اها ومن بعد عندنا children or they باسكو بدينا بchildren لازم نديرو ضروة they اوكي باسكو بيناتهم باسكو بدينا بالجملة الاولى معرفة ثم نديرو الثانية نعوضو بها بن ايفيتو التكرار so they become obese ثم شنديرو so they شكون نعبروا غير بيناتهم من بيكاز من السبب نرجعوها نتيجه تسمى نقدروا نديروا سو نقدروا نديروا as a result نقدروا نديروا so they become obese okay. ثم نروحوا الجملة اللي مراها parents feel that the government should reduce junk food advertising so it's high time تعبر عن النصيحة كيما هذه should اسما شا غادي رح نشوف انا it's high time شا تقولي تقولي subject ثم الverb في past simple هذه هي القاعدة الوغ عندي انا في الجملة الاولى وراه يتبان should وراه نصيحة راهي should reduce اسما should الاولى الطير صاي ما نسحقوهاش ترمبلاسيها it's high time الاولى الverb اللي كان مستعمل هو reduce الوغ حنا عنا reduce رجعو في past اسما غادي نكتب هنا reduced في الباست بصح قبل الverb reduce لازم لنا subject it's high time subject شكون شاول ولا subject اللي هو the government so غادي نكتب هنا the government it's high time the government reduced junk food advertising نكتبوها هنا junk food advertising اوكي روحوا للتمرين اللي مراه عنا complete sentence B so that it means the same sentence A and the writer says غير تشوفوا هذك inverted commas يعني مزدوجتين لنا في reported speech reported speech عنا the writer advises us شو تقول هنا يا عنا الverb راح says make sure your child develops internal moral code عنا بديلك بال يعني بالorder شو كيما الorder ولا advice بصح هذا عبارة عنا راهي advice هنا do not just make your child follow rules شو راهي ننصح اوكي سمعنا the writer advises يعني الكاتب نصحنا هو سهلك قالك advises وكل فعل هنا راه بادي ديريكتومو بال يعني الجمله تاعنا راهي بادي ديريكتومو بالفعل اسمها دائما هذا راه order and other functions اسمها علاش نستعملو to the writer advises اوكي باسكو راهي هنا present ديجا ما على بالناش حنا present ما present منا ما يهمناش باسكو ديجا كي بدا لك بالverb direct هذاك الفورم تاع الimperative ومنا ثم حنا شنو نديرو to so the writer advises us to make sure your child or advises that your child make sure advise us شكون عايز حنا us حنا okay اسمع my or our child to make sure our child develops the verb you got kimara develops an internal moral code okay moral code I develops an internal moral code and not to just make اسكو على عندنا do not do تنقلع مستحقوهاش just نديرو not and not to just make our ماذا child ايا follow rules نديروها كيما راهي اوكي That's it. الآن نروحوا لمراها الجملة اللي مراها هي Your child should be given moral values. عايو. عنا كيف هنا راهي ماذا؟ كيف كونوا بدالك دالك your child هنا. غيرتك نفس السابجكت اللي يبدأ به اسمه لازم تدير وحدة من ذو. زعما شو تاك شو تدير هاد better ولا ought to. بس هو ما تاكش your child نفس السابجكت انا نشوفه بلي طعنا غي you ما طعناش your child كي يعطيك you وحدها
ولا ياتك السبجكت باين، اسم الجملة هذه فاش راهي؟ راهي في الباسيف فورم. Your child should be given more values. هلا كده نعرفنا بلي الجملة راهي passive form. هلا باسكو عندنا الverb to be اللي هو should be، وعندنا given past participle. اسم الباست participle مع الverb to be هذو يبينوا لنا زوج صوالح، يبينوا بلي الجملة راهي passive form. كي تكون الجملة passive form سما غادي يرجعها بالاكتيف، رجعها الاكتيف، والاكتيف بداها لك سهلة عليك تاك subject اللي تبدا به. سما غادي تستحق subject، ومن بعد شدير تستغنى عن الverb to be. صحيح تعطانا subject، يبقى نستغنوا عن الverb to be. كي نستغنوا عنه قبل ما نطردوا الverb to be لازم ندول الفورم تاعو. علاه؟ لانه الverb to be هذا راه محطوط هنا في الانفينيتيف، دخلت عليه شود. تسمى قبل ما نطردوا الverb to be الفورم تاعو تنس ولا الفورم اللي عديها نعطوها للverb give. الوغ شا غادي نديرو هنايا؟ نستغناو عن الباست بارتيسيبل، هنحطو كيما كان مديور للverb to be نديرو للverb give. داخل عليه شود، غادي نكتب بالشود. قلنا الverb to be طير، صاي ما نستحقوش نطردوه، يجي حل محله ويرجع ليك المول الشي اللي هو give. الوغ شود give انفينيتيف نطردوه ما نستحقوش، نديرو كيما كان مديور هذا نديرو give. سما انفينيتيف الوغ نكتبو give. So you should give moral values، يعني يجب ان تعطي moral يعني قيم اخلاقية to your child. هنا نديرو ماشي نكتبو your child، ديرك to your child، to your child كيما المفعول به ثاني شوف صحيح لطفلك. اوكي so that's all، thank you very much. كملنا مع سلسلة تاع complete sentence B so that it means the same as sentence A. So إذا عندكم اقتراحات، إذا عندكم أسئلة، so let me know in the comment section. So see you very soon إن شاء الله.